بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف في الثالث من كانون الأول، أقامت المنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة آمال احتفالاً تحت شعار يوم لنا فرصة للجميع. مؤسسة آمال تعمل على مدى العام، وما شاهدناه من نتائج اليوم هو نتائج أعمال سنوات طويلة. وعجبني أكثر شيء تكريم الأطفال اللي أصبحوا في يافعين، يعني هناك متابعة كبيرة جدا لمجموعة كبيرة من الأطفال اللي المجتمع غالبا يعني لا يتعامل معهم بنفس السوية اللي يتعامل فيها مع الأطفال العاديين. فوجود يوم لإلقاء الضوء على هؤلاء الأطفال وإعطائهم أهمية أنا باعتقادي عمل هام جدا، والتكريم اللي قدمته السيدة الأولى بتقديم هدايا لمن تجاوز مرحلة كبيرة كمان هو حافز كبير إن شاء الله للاهتمام أكبر بالمعوقين. ضيء على الإمكانيات اللي ممكن يعني تتأمل لهم من خلال التأهيل والتربية الخاصة وكل الاختصاصات اللي حكينا عليها في الجلسة واللي تم استكمالها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي جامعة دمشق لحتى تستكمل تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. أنا على احتكاك مباشر بالعمل مع الأطفال أو الأشخاص المعلمين اللي هني عاملين معهم. أكيد إذا بدي أحكي لك عن مستوى التطور، هو نحن بنشوفه بشكل مرحلي، يعني نحن بنرافق الطفل من ابتداء من مرحلة الكشف الأولي للتشخيص ضمن مراحل التأهيل، فأكيد نحن التطور بنشوفه عبر مراحل، وهذا التطور أكيد هو بيكون تراكمي للطفل، يعني نحن مو فجأة بنرصد التقدم عند الطفل، عملنا هو بياخد وقت وجهد وفي كتير من التفاصيل وبيستلزم فريق عمل متكامل بالعمل مع الأطفال لحتى نشوف التطور عنده. رح نشوف مجموعة إنجازات لمنظمة آمال بعام 2021، رح نشوف كيف تم توطين برامج أكاديمية وصارت بالجامعات مثل علاج نفس حركي، علوم السمعيات، النطق والكلام، لحتى نعمل فريق وكادر يهتم بهدول الأشخاص ذوي الإعاقة. بنحاول نحن بأعمال على مدار السنين، بلشت أعمال بالتربية الخاصة تقريبا بال 2007 أو 2008، دخل اختصاص التربية الخاصة وردفوا به عدة اختصاصات من ضمنها اختصاص تقويم الكلام واللغة، اختصاص السمعيات، واختصاص العلاج النفس الحركي، كانوا على شكل برامج للماجستير سنتين. حاليا هي التخصصات موجودة بكلية العلوم الصحية، اختصاص أو برامج دراسية لمدة 4 سنوات، الهدف منها استكمال فريق متعدد التخصصات. الحفل اختتم بتكريم طلاب شهادة التعليم الأساسي الذين حولوا الحلم إلى نجاح ممتلئ بالطموح والإصرار.